الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. بعدما يسر الله سبحانه وتعالى لنا بتوفيق الله ومدد أوليائه الممدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تم شرح حزب الكبير حزب البر لسيدي علي أبي الحسن الشاذلي في 6 مجالس في رمضان المبارك سنة 1438 هجري، ونختم المجلس السابع بقراءته سردا لضبط النطق حتى يكون الدعاء منضبط من حيث النطق والحروف، لأن هناك كلمات لو غيرت تشكيلها تؤدي إلى معنى مخالف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ألف لام را، كاف ها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف. رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. اللهم إنك تعلم أني بالجهالة معروف، وأنت بالعلم موصوف، وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك، فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك، واغفر لي إنك على كل شيء قدير. يا الله يا مالك يا وهاب، هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك، واكسنا كسوة تقنا بها من الفتن في جميع عطاياك، وقدسنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به في علمك عمن سواك. يا الله يا عظيم يا علي يا كبير، نسألك الفقر مما سواك، والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك، والطب بنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن والاك، واكسنا جلابيب العصمة في الأنفاس واللحظات، واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات، وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات. اللهم أنت الحميد الرب المجيد الفعال لما يريد، تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا، وتعلم حزننا كذلك، وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا، ولا نسألك دفع ما تريد، ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد، كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك
إنك على كل شيء قدير. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فهنيئا لمن عرفك فرضي بقضائك، والويل لمن لم يعرفك، بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرضى بأحكامك. اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا، فكل عز يمنع دونك، فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك، وكل وجد يحجب عنك فنسألك عوضه فقدا تصحبه أنوار محبتك. فإنه قد ظهرت السعادة على من أحببت، وظهرت الشقاوة على من غيرك ملك، فهب لنا من مواهب السعداء، وعصمنا من موارد الأشقياء. اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم؟ وقد أمرتنا ونهيتنا، والمدح والذم ألزمتنا، فأخو الصلاح من أصلحته، وأخو الفساد من أضللته، والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك، والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال لك. فاغننا بفضلك عن سؤالنا منك، ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا شديد البطش، يا جبار، يا قهار، يا حكيم، نعوذ بك من شر ما خلقت، ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت، ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدرت وأردت، ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت، ونسألك عز الدنيا والآخرة كما سألكه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عز الدنيا بالإيمان والمعرفة، وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة، إنك سميع قريب مجيب. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أقسمت عليك ببسط يديك وكرم وجهك ونور عينك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك، وتعلقت به قدرتك، وجرى به قلمك، وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، وأكمل لنا ديننا، وأتمم علينا نعمتك، وهب لنا حكمة الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، وتولى قبض أرواحنا بيدك، وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك، إنك على كل شيء قدير. يا الله، يا علي، يا عظيم، يا حليم، يا حكيم، يا كريم، يا سميع، يا قريب، يا مجيب، يا ودود، حل بيننا وبين فتنة الدنيا والنساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق، واغفر لنا ذنوبنا، واقض عنا تبعاتنا، واكشف عنا السوء، ونجنا من الغم، واجعل لنا منه مخرجا، إنك على كل شيء قدير. يا الله، يا الله، يا الله، يا لطيف، يا رزاق، يا قوي، يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة، وأدخلنا بفضلك فيما يدين الرحمة، واكسنا من لدنك جلابيب العصمة، واجعل لنا ظهيرا من عقولنا،
ومهيمنا من أرواحنا ومسخرا من أنفسنا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة، وافتح أسماعنا وأبصارنا، واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن مما تذكرنا به إذا ذكرناك، وارحمنا إذا عصيناك بأتم مما ترحمنا به إذا أطعناك، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، والطب بنا لطفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك، فإنك بكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك، وقلبا منعما بشكرك، وبدنا هينا لينا لطاعتك، وأعطنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما أخبر به رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حسبما علمته بعلمك، واغننا بلا سبب، واجعلنا سبب الغنى لأوليائك، وبرزخا بينهم وبين أعدائك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة، والمغفرة الشاملة، والمحبة الجامعة، والخلة الصافية، والمعرفة الواسعة، والأنوار الساطعة، والشفاعة القائمة، والحجة البالغة، والدرجة العالية، وفك وثاقنا من المعصية، ورهاننا من النعمة بمواهب المنة. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، فذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، واحملنا على النجاة منها ومن التفكك في طرائقها، وامح من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها، واستبدلها بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها، وأفض علينا من بحر كرمك وفضلك وجودك وعفوك، حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، وارأب بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها. اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إلينا، لتكون توبتنا تابعة إليك منا، وهب لنا التلقي منك كتلقي آدم منك الكلمات، ليكون قدوة لولده في التوبة والأعمال الصالحات، وباعد بيننا وبين العناد والإصرار والشبع بإبليس رأس الهواء، واجعل سيئاتنا سيئات من أحبب، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغض، فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة لا تضر مع الحب منك، وقد أبهمت الأمر علينا لنرجو ونخاف، فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا، وأعطنا سؤلنا، فقد أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك، وكتبت وحببت وزينت وكرهت وأطلقت الألسن بما به ترجمت، فنعم الرب أنت فلك الحمد على ما أنعم، فاغفر لنا ولا تعاقبنا بالسلب بعد العطاء، ولا بكفران النعم وحرمان الرضا. اللهم ردنا بقضائك، وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك وعن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك، وهب لنا حقيقة الإيمان بك، حتى لا نخاف غيرك، ولا نرجو غيرك، ولا نحب غيرك، ولا نعبد شيئا سواك. وأوزعنا شكر نعمائك، وغطنا برداء عافيتك، وانصرنا باليقين والتوكل عليك، وأسفر وجوهنا بنور صفاتك، وأضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، يا من هو في علوه قريب، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيطا بالليالي والأيام، أشكو إليك من غم الحجاب وسوء الحساب وشدة العذاب، وإن ذلك لواقع،
ما له من دافع. إن لم ترحمني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه، ورددت عليه ما ذهب من بصري، وجمعت بينه وبين ولده. ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه، ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضره، ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه، ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه، ولقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه، وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه. فها أنا ذا عبدك إن تعذبني بجميع ما علمت من عذابك فأنا حقيق به، وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به. فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك. وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت المفضال الغني، بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك وأنت الرحيم العلي. كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا فأنت أولى بذلك منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا من هو هو هو، يا هو يا هو يا هو. إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها فرحمتك أهل أن تنالنا. يا رباه يا مولاه يا مغيث من عصاه، أغثنا 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 يا رب يا كريم، وارحمنا يا بر يا رحيم. يا من وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أسألك الإيمان بحفظك إيمانا يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق، واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك، وحجبته بذلك عن نار عدوه. وكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء؟ كلا، إني أسألك أن تغيبني بقربك مني حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس بقرب شيء ولا ببعدي عني، إنك على كل شيء قدير. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن سادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الحسن وعن الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعض النصائح: إذا شرعت في قراءة الحزب يفضل أن تتمه ولا تقطع، يفضل لأنه مرتبط ببعضه فيفضل ذلك، ولكن لو حدث لا بأس أن تكمله.
لأن هذا ليس على سبيل اللزوم، ولكن على سبيل الفضيلة لمن أراد أن يأخذ ثواب الدعاء كاملا. وفي فقرة هنا للمرأة إذا كانت هي التي تقرأه، فتقول فها أنا ذا أمتك إن تعذبني بجميع ما علمت. ما تقولش فها أنا ذا عبدك، لأن عبدك للذكر وأمتك للأنثى. فالمرأة اللي بتقرأ الحزب هتقول فها أنا ذا أمتك إن تعذبني بجميع ما علمت من عذابك فأنا حقيق به. يبقى أي حديث دعاء فيه أنا عبدك، المرأة تقول أنا أمتك. يعني الاستغفار الأعظم اللهم إني أنت ربي وأنا عبدك، مش كده؟ فالمرأة تقول في الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا أمتك، وهكذا في كل نظير. والله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا أوفر نصيب من كل دعوة صالحة دعي بها الله، دعاه بها نبي أو ولي منذ أن بدأ الخلق إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وأن يرث الأرض ومن عليها، وأن يجعل لآبائنا وأمهاتنا وذريتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذرياتهم وأساتذتنا وكل من أجريت الخير على يديه لنا ولآل بيت نبينا ولمشايخنا وذريتهم ولسائر المسلمين أوفر نصيب يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.